بسم الله الرحمن الرحيم. نقف هنا أمام مقر رئاسة الوزراء الذي من خلاله وفي أروقته يخططون للحرب على بلداننا في الشرق الأوسط بدعاوى حماية الشعوب وفرض الديمقراطية، بينما في نفس الوقت وفي نفس الأسبوع هم يدعمون النظام الدكتاتوري، بل يساهمون في تثبيته في الوقت الذي ينشغل فيه العالم على قضية العدوان الصهيو أمريكي على سوريا. هنا في هذا المقر وفي هذه الأروقة يستقبل الدكتاتوريين كالدكتاتور حمد قبل أيام، ويلتقي بالأجهزة العسكرية وليس فقط الرسمية، في إشارة واضحة على أن الحكومة البريطانية ماضية في سياستها بتثبيت مشيخة الخليج، الأنظمة الوراثية البالية القديمة المتخلفة، وفي شن العدوان على بلداننا الأخرى، وفي إثارة الفتن الطائفية، وفي إضعاف الشعوب الثائرة، وفي محاربتها ومنعها من التحرر والوصول إلى الحرية ونيل السيادة. كل هذه الأمور هي واضحة في أذهان شعبنا، واضحة في أذهان الوطنيين الشرفاء في أمتنا، وهم يقاومونها، والأيام تثبت وتكشف وتؤكد تؤكد ازدواجية المعايير، وتؤكد العدوان الغربي، وتؤكد حق الشعوب في حريتها، وتؤكد عمالة الأنظمة الدكتاتورية إلى هذه الأنظمة، وهي تعزز وتثبت الأقدام في الداخل البحراني على المواصلة قدما في هذه الثورة المباركة التي لن يرجع فيها البحرانيون إلى الوراء بعدما ارتكب النظام الخليفي كل هذه الجرائم. ونحن على أيام ونشهد وقلوبنا تتقرح ألما وحزنا وغضبا لمعاناة نادي علي، ولمعاناة الحرائر الأخريات، ولشهادة صادق سب، ولمعاناة المطاردين، المئات من المطاردين، ولغياب قادتنا في داخل السجون، ولأعراضنا التي انتهكت، ولمساجدنا التي سويت بالتراب. كل هذه تثير في نفوسنا الحمية في الداخل البحراني، في نفوس الشباب الذين أقسموا وعاهدوا الله أن لا يرجعوا وأن يواصلوا في مسيرتهم، ووعدهم الله بالنصر المحتم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.